يعني خماسية نيويورك في البداية أنه سادت التباينات، كان في العنوان العريض أنه خماسية نيويورك عنوانها الانتكاسة، عنوانها التباينات والخلافات. ثم فيما بعد صدر نفي، يعني الأجواء الفرنسية نفيت هذا الأمر. ثم اليوم المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية بيقول للجديد أنه لا، ما كان في هيك شيء. وإذ صار ينقال أنه هذا كلام صحف وكلام وسائل أعلام، ماذا في حقيقة الأمر وأنت المواكبة هناك لكل التفاصيل؟ لا لا، ليس هذا كلام صحف واعلام. كان هناك اعتراض على بيان، على صدور بيان، عامة يصدر بيان بعد اللقاء الخماسية من هذا النوع، يعني بعد اللقاء من هذا النوع لم يصدر البيان بسبب التباين في المواقف. المواقف في الواقع الأمريكية نحو الطروحات الفرنسية، ولكن ليس فقط المواقف الأمريكية، هناك انزعاج من وتيرة وطريقة الأداء الفرنسي، وكان ذلك واضحا جدا وراء الكواليس وفي التصريحات التي تعطى لنا شرط عدم نسبها للذي يؤذي بها. المهم أن ليس هناك انتكاسة كاملة في عمل الخماسية زميلي جورج، وإنما هناك انعطافة جديدة ومقاربة جديدة. القطر يعني بشكل خاص لا تبحث لأن تكون هي لها مجد قيادة هذه الخماسية، واقع الأمر أنه ليس مجدا لأحد، وإنما هي مساعدة للبنان، ولكن قطر تبحث عن وسيلة لمقاربة جديدة بدعم من الولايات المتحدة والسعودية ومصر. طبعا ستقول لي ماذا معنى ذلك، أن هناك اسم في بالنا جميعا وهو القائد الجيش جوزيف عون. لربما هذا صحيح، ولكن أنا لا، يعني ليس صحيحا ما أسمعه بأن القطريين يتوجهون بثلاثة أسماء أو أي شيء من هذا النوع. هناك مقاربة جديدة كي لا تكون المبادرة الفرنسية أو الأداء الفرنسي مفتوح الأفق بدون إطار زمني. الإطار الزمني مهم لأن العالم في الواقع يخشى على ما سيحدث في هذا البلد من ناحية النازحين واللاجئين، سنتحدث عن ذلك عندما تريد. ولكن أيضا لا يجوز، يعني اعذرني على الكلمة زميلي جورج، أنه هذه مسخرة، موضوع عدم التمكن من التوصل إلى انتخاب انتخاب الرئيس. رئيس للجمهورية. والعالم ليس مش